أعلن جهاز الاستخبارات التركية اليوم الخميس تمكنه من تحييد 3 عناصر من تنظيم البي كي كي بعملية أمنية شمال العراق. وأفادت مصادر أمنية تركية بأن جهاز الاستخبارات التركية تمكن اليوم من تحييد 3 عناصر من تنظيم بي كي كي شمال العراق. وأضاف البيان إن من بينهم قيادي مدرج على القائمة الرمادية للمطلوبين. وتشهد عدة مناطق في إقليم كردستان قصفاً تركياً متكرراً، وتبرر أنقرة ذلك بضرورة مكافحة حزب العمال الكردستاني بالنسبة لتركيا. وقد أطلقت تركيا عدة عمليات عسكرية عدة داخل الأراضي العراقية ضد مسلحي الحزب الكردي، وهو أمر رفضته بغداد واعتبرته انتهاكا للسيادة العراقية.